المعارف الإسرائيلية تكشف طريقاً سرياً لنقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، يبدأ من طهران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى معقل حزب الله في لبنان. أسلحة حزب الله باتت تشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل بعد أن أصبحت العراق وكيلاً للمهمات السرية الإيرانية لإمداد حزب الله بالأسلحة، مما دفع الطائرات الإسرائيلية لاستهداف مقاتلين عراقيين موالين لإيران، أسفر عن مقتل العشرات منهم على الحدود العراقية السورية في أول هجوم يطال ميليشيا عراقية موالية لإيران بعيداً عن حدود الجولان. الغارات الإسرائيلية استهدفت من قبل قوافل تابعة لحزب الله في سوريا كانت تشق طريقها إلى لبنان لنقل الأسلحة والصواريخ الإيرانية.